مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي من القاهرة، رصد جديد لآخر الموضوعات المحلية والعربية والإقليمية والدولية. أهم عناوين حلقة الليلة: الرئيس السيسي يؤكد في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي تمسك مصر بوحدة السودان. مدير آثار منطقة سقارة للنيل الأخبار: الكشف الأثري الجديد يحوي كنوزا هائلة. أما الوقفتان الحواريتان فستكون الأولى منهم عن ملف المحليات في الحوار الوطني نحو توسيع صلاحيات المحافظين والمجالس المحلية. الثانية بمشاركة مصرية للاتحاد الإفريقي يطرح مبادرة لحل الأزمة الروسية الأوكرانية. نبدأ كالمعتاد وقفتنا الإخبارية في البداية، ونبدأ من مصر، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن استقرار السودان الشقيق والحفاظ على وحدة أراضيه وتماسك مؤسساته سيكون له نتائج إيجابية ليس فقط على الشعب السوداني ولكن على الأطراف الإقليمية كافة. جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي في اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي حول السودان على مستوى رؤساء الدول والحكومات عبر تقنية الفيديو كونفرنس. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرنس في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي التي انعقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان، وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة وعلى رأسهم الرئيس يوري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا الرئيس الحالي لمجلس السلم والأمن، بالإضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وأمين عام جامعة الدول العربية وسكرتير عام منظمة الإيجاد ومبعوثة سكرتير عام الأمم المتحدة للقرن الإفريقي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن قمة مجلس السلم والأمن ركزت على مناقشة سبل خفض التصعيد في السودان والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية لوقف إطلاق النار وتعزيز الممرات الإنسانية والعودة للحوار السلمي. وقد ألقى السيد الرئيس كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي فخامة الرئيس يوري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا الشقيقة ورئيس مجلس السلم والأمن الإفريقي، أخي فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر الشقيقة ورئيس الاتحاد الإفريقي، أخي السيد موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أصحاب الفخامة السيدات والسادة، أود في البداية أن أعرب عن التقدير لتوجيه الدعوة إلى مصر للمشاركة في هذا الاجتماع المهم لمناقشة تطورات الأوضاع في دولة السودان الشقيق. إن اجتماعنا اليوم يحمل بالإضافة إلى أهميته السياسية قيمة رمزية بتأكيده استمرار الشراكة بين الأطراف الإفريقية وكافة الشركاء الدوليين والوكالات الإغاثية للعمل معا نحو سودان مستقر وآمن. السيدات والسادة، لعلكم تتفقون معي أن استقرار السودان الشقيق والحفاظ على وحدة أراضيه وتماسك مؤسساته سيكون له نتائج إيجابية ليس فقط على الشعب السوداني ولكن على الأطراف الإقليمية كافة. ومن هنا تثمن مصر جهود مفوضية الاتحاد الإفريقي بقيادة رئيس المفوضية موسى فقيه للتعامل مع الأزمة السودانية، والتي كان أبرزها الاجتماع الموسع الذي عقد على المستوى الوزاري يوم 20 إبريل الماضي وأثمر عن تشكيل آلية تضم الأطراف الفاعلة ومن بينها مصر. ويأتي اجتماعنا اليوم لاعتماد خطة خفض التصعيد التي تمت صياغتها بالتنسيق مع دول الجوار بما يمثل خطوة مهمة في سبيل تحقيق الاستقرار والتوافق الداخلي وإنهاء الصراع الدامي الحالي.
السيدات والسادة، إن الجهود المبذولة في إطار الاتحاد الإفريقي تأتي مكملة لمسارات أخرى ومن ضمنها جامعة الدول العربية التي أقرت قمتها الأخيرة تشكيل مجموعة اتصال وزارية عربية للتعامل مع الأزمة، وكذا جهود تجمع الإيجاد والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال مفاوضات جدة، ونصت على الالتزام بوقف إطلاق النار وفتح الطريق لنفاذ وتوزيع المساعدات الإنسانية وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة، وهي المسارات التي يتعين أن تقوم على معايير موحدة ومنسقة يدعم بعضها البعض وتؤسس لخريطة الطريق للعملية السياسية تعالج جذور الإشكاليات التي أدت إلى الأزمة الحالية، وتهدف إلى مشاركة موسعة وشاملة لجميع أطياف الشعب السوداني. وتؤكد مصر في هذا الصدد الأهمية القصوى للتنسيق الوثيق مع دول الجوار لحلحلة الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار بالسودان، باعتبارها طرفا أصيلا ولكونها الأكثر تأثرا بالأزمة والأكثر حرصا على إنهائها في أسرع وقت. لقد طلعت مصر بمسؤوليتها باعتبارها دولة جوار رئيسية لجمهورية السودان من خلال تكثيف التواصل مع الأطراف الفاعلة كافة والشركاء الدوليين والإقليميين للعمل على إنهاء الوضع الجاري، واستندت مصر في تحركاتها إلى عدد من المحددات التي نأمل أن تأتي الجهود الإقليمية والدولية متسقة معها. أهمها أولا ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وبما لا يقتصر فقط على الأغراض الإنسانية. ثانيا وجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان والتي تعد العمود الفقري لحماية الدولة من خطر الانهيار. ثالثا إن النزاع في السودان هو أمر يخص الأشقاء السودانيين، ودورنا كأطراف إقليمية مساعدتهم على إيقافه وتحقيق التوافق حول حل الأسباب التي أدت إليه في المقام الأول. وتؤكد مصر في هذا الصدد احترامها لإرادة الشعب السوداني وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وأهمية عدم السماح بالتدخلات الخارجية في أزمته الراهنة. رابعا إن التداعيات الإنسانية للأزمة السودانية تتجاوز حدود الدولة وتؤثر على دول الجوار التي يتعين التنسيق معها عن قرب، وقد التزمت مصر بمسؤولياتها في هذا الشأن عبر استقبال حوالي 150 ألف مواطن سوداني حتى اليوم، بجانب استضافة حوالي 5 ملايين مواطن سوداني تتم معاملتهم كمواطنين. وأدعو في هذا الصدد الوكالات الإغاثية والدول المانحة لتوفير الدعم اللازم لدول الجوار حتى يتسنى لها الاستمرار في الاطلاع بهذا الدور. السيدات والسادة، في الختام أود إعادة تأكيد استمرار مصر في بذل كل الجهود من أجل إنهاء الأزمة الحالية، بما في ذلك عبر دعم جهود الاتحاد الإفريقي وجميع الآليات القائمة لإنهاء الصراع الحالي، وكذلك مواصلة التنسيق مع كافة الشركاء والمنظمات الإغاثية لدعم جهود توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسودان للتخفيف من الوضع الإنساني المتدهور. الأشقاء الأعزاء، أثق كل الثقة أن اجتماعنا اليوم ستظهر عنه النتائج التي يأمل فيها الشعب السوداني من أشقائه الأفارقة والتي يحتمها واجبنا تجاه هذا الشعب في هذا الظرف الذي يمر به والذي لن ينسى وقفة أشقائه معه، كما تضامن السودان مع أشقائه خلال المراحل التاريخية المختلفة. وفقنا الله جميعا لما فيه الخير لشعوبنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المزيد من التفاصيل والرأي والتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف معالي السفير أحمد حجاج
الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الإفريقية. معالي السفير مساء الخير، تحياتي لحضرتك. أهلا وسهلا. لو تنقل لنا من وجهة نظرك بعض التفاصيل المتعلقة باجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي، إضافة إلى تفاصيل كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى هذا الاجتماع. مجلس الأمن والسلم الأفريقي أولا شاركت مصر في إنشائه وعملت كعضو فيه ورأسته في بعض الأحيان، وعقد من قبل في القاهرة. المجلس مخول بالبحث في مشاكل التي تواجه النزاعات داخل القارة الأفريقية والتوصية لرؤساء الأفارقة بالإجراء المناسب اتخاذه باسم الاتحاد الأفريقي. الاجتماع الحالي عقد بمبادرة من الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، ولذلك أعتقد أنه الذي اقترح مشاركة الرئيس السيسي في هذا الاجتماع الهام الذي يبحث قضية السودان، باعتبار أن أوغندا ومصر من الدول المجاورة للسودان، وهما العمل على استتباب الأوضاع فيه والتوقف عن القتال وإنشاء مراكز أو طرق لتوصيل الإغاثات التي بدأت تصل من عدد من الدول الصديقة للسودان، وعلى رأسها مصر التي أرسلت عدد من طائراتها الإغاثية إلى السودان. الرئيس السيسي أيضا ركز على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للسودان، لأن هناك بعض من يحاول تسليح هذا الطرف أو ذاك من لمساعدته في العمليات العسكرية القائمة. مصر، أشار الرئيس على أن مصر استضافت أكثر من 100,000 سوداني حضروا إلى جمهورية مصر العربية كأخوة وأشقاء هربا من المعارك الدائرة، بالإضافة إلى مصر منذ عدة سنوات. بالمناسبة مصر لا تقيم مخيمات لإيواء أي لاجئ يحضر إلى بلدها، ولكن هؤلاء اللاجئين يعيشون بين أفراد الشعب المصري كأخوة ويدرسون. طيب معالي السفير اسمح لي، ربما كل هذه الجهود هي جهود إنسانية وجهود طيبة وخيرة بالتأكيد، ولكنها لإدارة أزمة السودان، هل من جهود يفترض أن يقوم بها مجلس السلم والأمن الإفريقي لتسوية هذا النزاع السوداني؟ طبعا من ضمن المشاركين في الاجتماعات اللجنة الإيجاد التي تضم الدول المجاورة للسودان في منطقة شرق أفريقيا، وأيضا ممثل السكرتير العام للأمم المتحدة في الخاص بالسودان، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية التي في قمتها الأخيرة في جدة اتخذت قرارات هامة بالنسبة للسودان. يعني كل هذه الجهود يجب أن تتضافر فيما بعدها، ولذلك الرئيس السيسي ركز على ضرورة التنسيق بين كل هذه المبادرات. نعم. وكل المبادرات من شرق أفريقيا، من الأمم المتحدة، من الاتحاد الأفريقي، صحيح، من دول الجوار، حتى يتم التنسيق ولا يعني نقوم بمبادرات تؤدي إلى تشتيت الجهود المطلوبة لإحقاق السلم في السودان. أعتقد أن كلمة السيد الرئيس كانت وفية ويستمع إليها الأخوة في السودان بكل انتباه، وأعتقد أن دول الجوار مدعوة إلى الانضمام مع مصر وأوغندا والاتحاد الأفريقي في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، إن لم يكن فوقف مؤقت، وإنشاء مراكز لتوصيل السلع الإنسانية للشعب السوداني. بإذن الله يتم تسوية هذا النزاع قريبا. بشكر معاليك، شكرا جزيلا معالي السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الأفريقية، شكرا جزيلا لحضرتك.
نذهب إلى الصين، حيث بحث وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة وليد جمال الدين خلال اجتماعه مع أعضاء الغرفة التجارية لمدينة جوانزو الصينية سبل التعاون وفرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية. الاجتماع جاء ضمن الجولة الترويجية لوفد المنطقة في الصين حاليا، حيث تفقد رئيس اقتصادية قناة السويس خطوط إنتاج ميديا لأجهزة الكهرباء بجوانزو الصينية، فضلا عن اهتمام بعض الشركات بالحوافز التي تقدمها المنطقة لمشروعات الوقود الأخضر وكذا وفرة العمالة والأيدي العاملة داخل المنطقة. سلم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة رخصتين ذهبيتين في قطاع إنتاج الأجهزة المنزلية والسلع المعمرة بمدينة العاشر من رمضان، ليصبح إجمالي عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية 15 شركة. يذكر أن الرخصة الذهبية هي موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة له، وتمنح بقرار من مجلس الوزراء للشركات التي تؤسس مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية. كشفت مجموعة فيسكو الروسية للنقل عن عزمها فتح خطوط شحن مباشرة من مصر نهاية العام الجاري، مشيرا إلى إمكانية زيادة تجارة الحاويات من مصر بنسبة قد تصل إلى 7% بحلول عام 2025، مما يساهم بشكل كبير في إنشاء خدمة ميسورة التكلفة ومنتظمة ومستقرة بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك إمكانيات كبيرة لتوسيع التعاون بين روسيا وإفريقيا، متوقعا حدوث المزيد من النمو في تدفقات الشحنة مع دول القارة الإفريقية خلال الفترة المقبلة. ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم استكمال التغذية الكهربائية لكل المنشآت الحيوية والفنادق والمستشفيات والمناطق الأثرية في مدينة أبو سمبل، وأوضحت الوزارة أنه تم الانتهاء من تركيب البرج الجديد والبدء في التغذية الكهربائية لمدينة أبو سمبل من الشبكة الكهربائية الرئيسية في وقت قياسي. هذا ويتابع وزير الكهرباء العمل المستمر والتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية لاستقرار التغذية الكهربائية للمنطقة. أوضح وزير النقل كامل الوزير أن مشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة طريق وادي النطرون بطول 136 كيلومترا يأتي ضمن خطة شاملة لاستحداث شبكة متكاملة من الطرق. جاء ذلك خلال تفقد وزير النقل للمشروع الذي يدخل ضمن المشروع القومي للطرق، حيث يشمل رفع كفاءة الطريق وتوسعته ليصبح 8 حارات في كل اتجاه. هذا ومن المقرر أن يتم الانتهاء من الطريق في 25 من يونيو المقبل لخدمة المصطافين وتسهيل حركة تنقل المواطنين إلى المناطق السياحية بالساحل الشمالي. أجرت قناة النيل الأخبار حوارا خاصا مع مدير آثار منطقة سقارة الدكتور محمد يوسف على هامش الكشف الأثري الكبير الذي أعلنت وزارة السياحة والآثار بشأن ورشتين للتحنيط إحداهما آدمية والأخرى حيوانية. أكد مدير آثار منطقة سقارة أن الكشف الجديد يعتبر خطوة كبيرة لمزيد من الاكتشافات القادمة، خاصة في عملية التحنيط بعد الكشف عن أماكن وأدوات التحنيط والأواني التي كانت توضع فيها أحشاء المتوفى. مشاهدي قناة النيل الأخبار، بعد تحية كشف أثري جديد أعلن عنه المجلس الأعلى للآثار اليوم يضم العديد من الاكتشافات الأثرية هنا في منطقة سقارة. للحديث أكثر عن هذا الكشف معي ومعكم الدكتور محمد يوسف مدير منطقة آثار سقارة. تحياتي لحضرتك يا دكتور، وخلينا نتكلم النهارده على الكشف الجديد. أنا عارف إنه في أكثر من كشف موجود، لو تدينا أو ندخل في تفاصيل أكثر في هذا الكشف. اهلا بكم. احنا هنا في منطقه اثار سقاره، البعثه المصريه التابعه لوزاره الاثار المجلس الاعلى للاثار، الموسم السادس على التوالي في هذا المكان. تم هذا الموسم الكشف عن ورشتين للتحنيط، ورشه تحنيط ادميه ورشه تحنيط حيوانيه. المكان هنا هو مرتبط بمعبد الاله بسط، وده كان معبد خصص للقطه بسط التي عبدت في العصر المتاخر من 600 قبل الميلاد حتى 300 قبل الميلاد. ورشه التحنيط الادمي هنا كان بيتم فيها تحنيط لادميين، لان عندي هنا
في محيط المعبد عثر على آبار فيها المئات من التوابيت الخشبية التي تم الدفن فيها، وبالتالي وجود ورشة تحنيط الأدمين في هذا المكان حاجة جديدة جدا، وده بيفك الفكرة اللي بتقول إن ورشة التحنيط كانت موجودة في معبد التحنيط زي معبد تحنيط عجل أبيس في منطقة مترهينة أو في منطقة منف، فعشان نلاقي ورشة تحنيط هنا في هذا المعبد فده حاجة جديدة لينا. كذلك ورشة التحنيط الحيوانية برضو جديدة، لأن هذا المعبد كرس لعبادة القطة بسط وتلاقي فيه الآلاف من القطط المحنطة، وبالتالي فإن الفكرة إن ورشة التحنيط ما بتبعدش كتير عن المعبد عشان كمية التوابيت وكمية القطط التي تم تحنيطها في هذا المكان، وده بيزيح الستارة على إن إحنا قدام شوية أو في المستقبل القريب نلاقي ورش تحنيط أخرى مرتبطة بمعابد أخرى في منطقة سقارة، لأن أول مرة بنلاقي هذه الورش بالأسرة اللي كان بيتم عليها التحنيط. كذلك عثر على مقبرة من عصر الدولة القديمة لشخص يدعى نيحسود با، وده كان كاهن للإله معت وكاهن للإله حورس وكان مشرف على الوثائق الملكية وكان كاتب ملكي وقائم على أسرار الملك وكان قائم على حفر الترع والقنوات، وده لقب مرتبط بالزراعة. المقبرة بتاعته فيها نقوش ومناظر حياة يومية جميلة جدا بتمثل مناظر الزراعة ومناظر الصيد ومناظر الحفلة الموسيقية ومناظر الأحراش. عثر أيضا على مقبرة لشخص يدعى من خبر، وده كان موظف من عصر الدولة الحديثة 1300 سنة قبل الميلاد، وهو كان كاهن للمعبودة قدش، والمعبودة دي هي معبودة أجنبية عبدت في مصر في الدولة الحديثة، لأن الفتوحات العسكرية اللي قام بيها ملوك الدولة الحديثة ووصلوا بالحدود إلى نهر الفرات حصل تأثير ما بين الحضارة المصرية القديمة والحضارة السورية، خاصة هذه المعبودة كانت مرتبطة بالحب والجمال والإنجاب فتم عبادتها في مصر. تم الكشف عن مجموعة من اللقى الأثرية التي تمثل مجموعة من روائع الفن المنحوتات والتماثيل الحجرية في عصر الدولة القديمة وعصر الدولة الحديثة. تم الكشف عن مجموعة من أدوات الزينة وأدوات الحلية الخاصة بالسيدات ومجموعة من التماثيل الخشبية لسيدات والمعبود بتاع سكر. عثر على العديد من الأواني الفخارية التي تحوي الجبنة المصرية القديمة اللي كان بيتم تخزينها في هذه الأواني عشان المتوفى لما يصحى عشان يبعث في العالم الآخر أول شيء يجدوا القرابين والغذاء فيجد الجبنة، وده كان الحاجة البسيطة السهلة للشعب المصري القديم على مدار عصوره من العصور القديمة حتى العصر الحديث، الطعام السهل لكل أفراد الشعب. طبعا احنا بنتكلم على جبنة مش هنقول محنطة ولكن هي جفت، هي ملفوفة بشاش أو كتان ويعني تاريخها من دلوقتي 2600 سنة. دي أشهر القطع الأثرية وأشهر ما تم العثور عليه هذا الموسم. فندم احنا بنتكلم النهاردة على ورشتين أو ورشة تحنيط، هل ده نقدر نقول انه احنا بدأنا نكتشف شوية الأسرار اللي كانت محيطة بموضوع التحنيط؟ يعني العالم كله ما كانش يعرف ازاي مصر القديم كان بيحنط المومياوات وبتفضل موجودة لغاية دلوقتي بصورتها السليمة الصحيحة. طبعا هو علم التحنيط عند مصر القديمة هو علم كبير جدا جدا جدا، عندنا نقوش ومناظر على جدران المعابد والمقابر، ازاي مصر القديم بيضع الجثة على السرير، ازاي بيقوم بعملية التحنيط، ازاي الاواني الكنوبية اللي بيفرغ فيها الاحشاء، عندنا فكرة المواد اللي كان بيتم بيها التحنيط اللي هي كانت بتيجي من منطقة القرن الافريقي واليمن، ولكن الفكرة كلها في عملية خلط هذه المواد، النسب اللي كان بيخلط بيها المصري القديم. طيب حتى لو يعني احنا ما وصلناش للنسب بالظبط، الجزئية الثانية التجربة. النهارده انا بتكلم على تحنيط من 3000 سنة وما قبل كده، طيب في العصر الحديث اقدر ازاي اوصل لعلم التحنيط؟ لازم اعمل تجربة، لازم اجيب جثمان وحنطه واحطه تحت التجربة 500 سنة او 1000 سنة. ما حصلت يا فندم وفشلت برضه. ما هو ايوه ليه؟ يعني انت بتفتح عليها مرة واثنين وثلاثة كل فترة زمنية، فبالتالي الجسم بيتعرض للتهوية، واول ما بيتعرض للتهوية فعملية التحنيط بتاعته الرطوبة والحرارة بتأثر على الجثة، ولكن مازال ده كله بيدينا ان ازاي عظمة المصر القديم، وان ما زلنا حتى المستقبل القريب برضو يعني لسه هنقول ان احنا مش عايز اقول بنالس ان احنا بنتطلع الى ان احنا نكتشف الالغاز والاسرار اللي عملها المصري القديم. بشكرك جدا يا فندم والتوفيق لحضرتك. شكرا جدا يا فندم، فرصه ليك. جولتنا مع اخر الاخبار مشاهدينا الكرام انتهت، لكن حلقتنا لم تنتهي بعد، بعد قليل وقفتنا الحواريه الاولى وستكون عن ملف المحليات في الحوار الوطني وتوسيع صلاحيات المحافظين والمجالس المحلية. تفضلوا بالبقاء معنا.